أمل الدين العلوى الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. كما هو في علمكم وكما شاهدتم اليوم إن شاء الله بصدد تنظيم المؤتمر 13 لوزراء التربية والتعليم بالدول العربية. وهذا المؤتمر سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله، وسينظم خلال 3 أيام، اليومين الأولين مخصصة للخبراء واليوم الثالث مخصصة للمؤتمر، يعني اجتماع الوزراء. هذا المؤتمر سيخصص للتحولات الرقمية التي تعرفها منظومة التربية والعلوم، التربية والتكوين والتعليم بجميع الدول، لن أقول بالدول العربية فقط، من جميع الدول العالمية. وهذا جاء نتيجة ما ترى وما شاهدناه جميعا خلال فترة جائحة كوفيد. فعلا كان لهذه الجائحة وقع سلبي، ولكن لها كذلك مميزات، لأنها أجبرت الدول على التفكير في طرق جديدة للتعلم والتعليم، يعني حيث شهدنا بأن التكوين الحضوري توقف ودخلنا في تكوين عن بعد، علما أن جميع الدول كانت بصدد إجراء تجارب نموذجية في ميدان التكوين عن بعد، إلا أن جائحة كوفيد أجبرت الجميع الانتقال من التجارب النموذجية إلى تعميم هذا النوع من التكوين. والحمد لله المملكة المغربية عرفت تجارب مهمة. احنا كنا شاهدنا على هذه الفترة بأنها كانت عرفت تقدم ملموس، خاصة وأن جميع الامتحانات الإشهادية كانت تم إجراؤها في وقت يعني محدد، لم يكن هناك تغيير رغم جائحة كوفيد. يمكن نستحضر البكالوريا التي تم تنظيمها في وقتها خلال فترة كوفيد، بينما بعض الدول لم يتم لها ذلك. وهنا جاء هذا المؤتمر لتقاسم التجارب وكذلك توحيد الجهود والمساطر وكذلك الدراسات وكذلك الأدوات لكي الدول العربية تأخذ هذه التجارب ونشتغل عليها ونوحد هذه الجهود وكذلك الأدوات التي يجب أن نشتغل عليها في تحول منظومة التربية والتعليم. فاطمة رويس، مساعد مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. بداية أشكر منظمة الأليكسو والمملكة المغربية على التنظيم للمؤتمر 13 لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي جاء يعني فرصة كبيرة من أجل استشراف مستقبل التعليم بالدول العربية، خاصة في عصر التحول الرقمي. نحن بدورنا المركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، واللي مقره المملكة العربية السعودية، معني ب 22 دولة عربية ضمن التموضع الجغرافي، ندعم كل ممارسات الجودة والتميز، أيضا دعم تطوير الأنظمة التعليمية بالدول العربية، عمل العديد من الدراسات والأبحاث وأيضا الفعاليات اللي تدعم عملية تحول التعليم، خاصة بما يتماشى مع قمة نتائج تحويل التعليم، وأيضا التأثيرات المترتبة على جائحة كورونا. واليوم يشارك المركز بوثيقة بعنوان الفاقد التعليمي، من أجل معالجة هذا الفاقد واستراتيجيات التعافي، من خلال أيضا جزء كبير منها سيناريوهات مستقبلية لمؤسسة العمل التقني والتكنولوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنان الريامي، مدير عام مساعد تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم سلطنة عمان. سعيدين بالمشاركة اليوم في هذا اللقاء الحقيقة في المملكة المغربية. جزيل الشكر لهم على حسن الاستضافة. أيضا اليوم يعني مجموعة من أوراق العمل الجيدة والمهمة في تغيير واقع التعليم في الوطن العربي. إن شاء الله يعني هناك العديد من التوصيات اللي راح تظهر من خلال هذه اللقاءات، وخصوصا في الجوانب التقنية والتحول الرقمي في التعليم، وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي إن شاء الله. كمال نجيب الجندي من جمهورية مصر العربية، أستاذ بجامعة الإسكندرية، أستاذ المناهج وطرق التدريس
بجامعة الإسكندرية. الحقيقة أنا شاركت أحد الزملاء في كتابة الوثيقة الوزارية الأساسية. الوثيقة بتبحث في كيفية قيام الدول العربية بتحقيق تحول رقمي ناجح. الواقع أن العصر الذي نعيش فيه الآن يختلف تماما عن العصر السابق. نحن نعيش في عصر جديد وحضارة جديدة وعالم جديد مختلف تماما. عالم الثورة الرقمية أو الثورة الصناعية الرابعة، وهي التي تغير تغييرا شاملا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل المجتمعات. أهم بعد لابد أن احنا ننظر إليه ونهتم به هو كيف نحول التعليم من التعليم التقليدي، من تعليم الثورة الصناعية الثالثة، إلى تعليم الثورة الصناعية الرابعة اللي هو التعليم الرقمي. وهذا يتطلب أمور كثيرة. الحقيقة احنا في المؤتمر ناقشنا أوضاع أحوال التعليم في العالم العربي بالتفصيل، ومدى جهوزية المجتمع العربي للتحول إلى عالم الثورة الرقمية أو للحاق بالثورة الرقمية، ومدى جهوزية المؤسسات التعليمية في إعداد الأطفال والشباب للعصر الرقمي. وجدنا نحن يعني في الوطن العربي، في كل البلدان العربية الحقيقة، حققنا تطور كبير، ولكن لازال أمامنا برضو أشواطا طويلة لنقطعها. ووضعنا رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في إطار التحول الرقمي، ومن أهم هذه أبعاد هذه الرؤية وضع استراتيجية عربية متكاملة، ووضع استراتيجيات وطنية لكل بلد على حدة تحدد مسار التحول الرقمي في كل مجتمع، وتحديد يعني الفئات المستفيدة من هذا التحول الرقمي. ورأينا أن تعميم التعليم الرقمي لكل الأطفال ولكل الشباب هو وسيلة أساسية للتحول للعصر الرقمي، لأن الثورة التكنولوجية التي نعيشها بتقسم المجتمع إلى فئات اجتماعية مختلفة، بتصنف الناس، في ناس ممكن يستفيدوا من الثورة التكنولوجية وفي ناس قد لا يستفيدوا من الثورة التكنولوجية. فالمجتمعات عليها أن توفر التعليم لكل الفئات الاجتماعية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.